اسمعي، سيارة الايس كريم هذه ليست فقط مجرد سيارة ايس كريم في بريطانيا. هذه خلني اقول لك يسمونها هنا ادولت ايس كريم يسمونها او شيء زي كذا، لان اغلب زبائنها من كبار السن او خلني اقول لك البالغين بمعنى اصح. اسمع الصوت، هذا صوت سيارة الايس كريم تجي تفر توقف، ما في اطفال، اغلب اللي يشترونها كبار طبعا. وش البضاعة اللي تشتريها؟ بضاعة ممنوعة، يعني دراج ديلرز على قولتهم، تجار ممنوعات. فهذه السيارة مشبوهة في بريطانيا، أي قائد مركبة آيس كريم أو سيارة آيس كريم فهو إنسان يعتبر مشبوه، لأنه في ناس استخدموها استخدام سيء فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، خرب بيت روعني. هذه أكبر مشكلة في بريطانيا. المشاكل اللي انا اواجهها دائما وانا امشي، يكون في كلب خلف السور، طبعا اسوارهم اما تكون خشب او تكون زرع مثل كذا، والكلب الله يكرمكم لازم يطلع برا البيت بشكل يومي، لازم يطلع برا البيت ولا يتغير سلوكه ويكون هجومي او يكون شرس داخل البيت. فعشان كذا يطلعون الكلب برا في الحديقه او يمشونه، طبعا المشي ضروري للكلب يومياً، تخيل يومياً. فأكبر مشكلة أواجهها أنا وأنا أمشي، يجي كلب ما تدري قاعد تهوجس فجأة ينبح. يعطيك واحدة كذا خليك تصحصح. فعلاً دائماً هذه تصير لي موضوع الكلب. اسمع شلون ما تنتبه تروح عليك شو أكثر من واحد، قسم بالله العظيم شيء يروع. أنا ما أخاف من الكلاب لكن فجأة يروعونك. شف توجس تروح عليك، مشكلة صغير لو تشوته راح فيها، بس إنه نباحة يروع. كثير نسمع نادي نيوكاسل يسمونه المكبايز، هذا هو طاير المكبايز. طبعا جمعها مكبايز، المفرد عنده منه مكباي، هذا يسمونه طائر العقعق، اسمه طائر أو غراب العقعق، عشان كذا لونه أبيض وأسود وسموا نادي نيوكاسل لقب، ويتكاثر في مدينة نيوكاسل طائر العقعق المكبايز. هنا في نيوكاسل ترى نسبة الخطر قليلة جدا ولا تذكر، لكني أنا ما أنصح مثلا واحد شخص الحالة أنه يطلع يمشي في أماكن هو ما يعرفها. انا الاماكن اللي امس مشيت فيها انا اعرفها من زمان، واعرف يعني كلها اصلا بيت بين بيوت سكنيه، فنسبه الامان فيها عالي لانها كلها حولي من هنا بيوت وحولي من هنا بيوت الحمد لله، وعلى قولتهم الحافظ الله باذن الله. لكن افضل اللي يبغى اماكن يمشي فيها اكثر امان ويشوف الناس فيها، عندك النهر على الجهتين وعندك على البحر برضه، فيها يعني الناس تمشي وتشوف الناس ويصير ناس حولك. لكن انا امس فضلت اني امشي اماكن كذا غريبه انه اسوي حاجه جديده واكتشف شيء جديد. وفي النهار طبعا الاماكن هذه تكون اجمل واجمل، اللي انا امس مشيت فيها ان شاء الله باجيها في النهار ونصورها باذن الله وانا نمشي. هذه من زمان ودي اتكلم عنها، طبعا هذا قمار سهل، يعني قمار على قولتهم اشتر ب2 باوند الكرت، اكشط، اذا فزت ما فزت مع السلامه، وتتجمع والناس تشتري وتروح تطير فلوسها. فجائزة واحدة تحطها الشركة، طبعا الشركة هذه عارفة متى تحط الجائزة، ما تحط الجائزة اللي إذا دخلت الملايين والملايين والملايين، تحط جائزة واحدة مثلا قيمتها $1,000,000، وفعلا ينشرون الجائزة وتصير حقيقة. ليش؟ عشان يبهرون الناس انهم يشترون، ويعطون واحد جائزة حقيقية $1,000,000 ويصورونه ويطلع بالتلفزيون، الناس كذا تنهبل تروح تشتري. جائزة هذا الشخص من وين؟ من جيوب الناس اللي شرت ولا فازت، تجمعت، فالأخير طلعت لهم 50 مليون، 100 مليون، تبرعوا بمليون لشخص، قالوا هذا دعاية، السنة الجاية تشوف الناس تهب وتروح تشتري. وهكذا موجودة في الدول العربية وتسمى اليانصيب، موجودة في مصر، موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، تسمى اليانصيب، موجودة على قناة عربية وكلنا نعرفها، برنامج الحلم. انت الان اذا ارسلت رساله جيتك رسالتين ثلاث تجاوب على اسئله، خذوا منك 15 ريال على او 5 ريال على كل رساله.
اللي شاركوا 1 مليون شخص، طلعت القناة 50 مليون أو 80 مليون أو 100 مليون، طلعوا 1 مليون دولار جوائز وأعلنوا عنها وصيحوا ولجة ومدري إيش وفرحوا. هذه تلقاها 1% من الأرباح اللي طلعوها من ظهور الناس ومن رسائل الناس. عشان كذا هذا يعتبر قمار أو يعتبر ميسر على ما أعتقد. فلذلك لا تصدق، فأنت ضحية، أنت ضحية، أنت ضحية. نسبة فوزك ما تتجاوز 1% من 10%، عرفت الفكرة؟ وحتى لو فزت ففلوسها حرام يعني. لذلك الواحد ينتبه ويركز. المرات كنت أبحث عن شاليه في الرياض ودخلت مكتب الاستقبال لين في 3 أو 4 يومنا يتكلموا في الموضوع هذا. قلت لهم وش السالفة؟ قالوا إنه والله نحاول نشارك، نحاول نفوز، تعرف الواحد بيطلع له قرشين كذا. قسم بالله راحت رواتبهم في الشحن، لأن ترى إدمان القمار، إدمان. فراحت رواتبهم في الشحن، طق له 100 ريال ويرسل ويرسل ويرسل، تخيل. قلت لهم وعلمتهم وشرحت لهم الموضوع، ترى أنت قاعد تنمي ربح الشركة وجالس أنت بتدفع يعني مكافأة الشخص من فلوسك أنت. يوم قالوا توبه ما عاد نرسل فعليا. يقول راحت لحول 2,000 أو 3,000 ريال كلها على رسائل البرنامج هذا. لذلك إذا أنت قد أرسلت فانتبه. اسمع اسمع اسمع، وأنا في الشارع الثاني حسبي الله عليه، شوني ما رحت من هناك. اليوم المشي خليته العصر، خليت فترة المشي العصر، وقت طويل صراحة، وإنها والليل بدأ يقصر عندنا، خلاص ما عاد صار فيه وقت كبير بين الفطور والسحور، فخليت فترة المشي اليوم العصر، لأن اليومين هذه جانا برد صراحة. شوف الحين مشتين، أمس كانت درجة حرارة 5 وأنا أمشي، مرة برد مرة دفى الأيام هذه ما تدري. إن شاء الله بعد رمضان يكون وضع ولا أحلى منه. شوف هذا المبنى عبارة عن إيش؟ في كل حي يوجد منه 2 أو 3، في كل حي يوجد من المبنى هذا 2 أو 3، وتختلف أحجامها وتختلف الخدمات اللي فيه. هذا اسمه Community Center، مركز المجتمع. الدولة حاطته الناس تجي، بعضها يكون فيه مسابح، فيه ملعب مثلا طائرة سلة، بعضها يكون فيه ملعب قدم، بعضها يكون فيه أجهزة كهربائية وإلكترونية، بعضها يكون فيه صالات تتأجر للناس اللي عنده عيد ميلاد، عنده تخرج، عنده زواج مختصر وهكذا، وبأسعار رمزية جدا. حتى احنا كطلاب سعوديين نستأجرها إذا صار عندنا مناسبات في الأعياد أحيانا، أو في مثلا رمضان أو في اليوم الوطني مثلا. طيب بما أني أنا جالس أمشي، خل أعرفكم بعض المباني اللي عندنا. شفت المبنى هذا؟ هذا دار مسنين، وفي كل حي موجود منه 1 أو 2، لأنه أكبر نسبة في المجتمع البريطاني أو الإنجليزي نسبة المسنين. المسنين هذولا بعطيك قصة حياتهم باختصار. عاشوا على معونة الدولة، راحت حياتهم كلها مصروفات دولة، بالعربي ضمان اجتماعي حق الإنجليز، سفر وقس على ذلك، لا ولد ولا تلد ولا مسؤوليات ولا اهتمامات. كبروا في السن ما عندهم عوائل، ما عندهم يعني أحد يرعاهم، وحتى لو عندهم أحد يرعاهم الناس أهلهم مو فاضيين لهم، في الدولة ترعاهم تصرف عليهم. فيه أكبر نسبة أو شريحة في المجتمع عبء على الحكومة الإنجليزية نسبة كبار السن، وهذه منتشرة في جميع الأحياء إذا مو 1 أو 2، وتسمى كورت، يسمى كورت.